لابد أن تعلن موقفك بس بشكل تعلن صريح. موقفك. ليش تعلن موقفك بشكل صريح؟ أولا أنت لازم تكون أمين وصادق مع جمهورك ومع شعبك، خصوصا أنه جمهورك يعتقد أن نظام سانت ليغا أو الدائرة الواحدة هو طريقة من الطرق التقليدية لبقاء هذه القوى السياسية الفاشلة. دائرة مفتوحة، قانون مفتوح، يعني ترى يكون قانون مفتوح وقانون مغلق. لا لا مغلق، ماكو تصويت. سانت ليغا لا يحتمل التصويت الثابت المفتوح، مستحيل. سانت ليغا يعتمد على التصويت للقائمة وللفرد، وبالتالي يتوزع أو تتقسم الأصوات. بس قائمة من حقك تقدر أنت تنتخب قائمة عندي من واحد المالكي. سيد حامد، سيد حامد، أنت راح تترشح من واحد إلى عشرة. أنا فايض التجارب الانتخابية من واحد إلى عشرة. واحد حامد السيد، العاشر ياسر محمد. أسئلتكم مو مركزة، كنا نسولف موضوع رجعتونا إلى ما أدري. ما أنا جيد، أنا أم راح أحكي وياك. لا أنا راح أحكي وياك العفو. نظام سانت ليغا بتصويت فردي إيه؟ وبتصويت للقائمة. للقائمة لا يمكن أن تصوت للفرد دون التصويت للقائمة. ليش؟ لأن القائمة تحتاج إلى أصوات، الأصوات الكلية في القائمة تتقسم على عدد المرشحين وفق تسلسلهم. هنا أنت جنابك إذا تسلسلك رقم 20 وجايب 60,000 صوت، أنت ما مرشح للفوز. تدري من مرشح الفوز؟ اللي جايب 2000 صوت وتسلسله 3. صح. لأن راح تتقسم مجموع الأصوات في القائمة. زي. وهذا بغبن حقيقي. وهذا نسميه الصوت المتحور الذي يزيف إرادة الناخب وينقلب على إرادة الانتخابات. شوف مثلا سيد حامد، لذلك كانت حد زعيم سياسي من الزعماء التقليديين أن يجعل تسلسله في قائمة في القائمة الانتخابية تسلسله 40. ليش يريد تسلسل واحد؟ لا يصير 40، ما يقدم، هو ما يقدم على هالخطوة، هو ما يقبل. ليش؟ حتى يستحوذ على مجموع الأصوات ويؤهل أشخاص غير فائزين في قائمته على حساب الفائزين. وهاي صارت، وهذا اللي حدث. هاي صارت. لا أنا أذكر أذكر أكو أسماء نواب الناس رادت تبعهم حبيبي، أكو نواب في كتلة ولكن فازوا بهذه الطريقة. أسأل على أرجع على موقفكم. أيه؟ موقفكم ليش تعتبروا أولا إقصاء، ثانيا شو تريدون تغيرون؟ كتل سياسية ماضية بموضوع البرلمان ده تقول أولاً هذه أمام الكتل السيد مقتدى. أولا هذه الكتل تتحجج بأنها تمتلك المشروعية والشرعية الدستورية في وجودها بالبرلمان، وهي كتل فائزة ومن حقها أن تغير قانون الانتخابات. زين. مو هيك تقول، وتقول أمثال حامد السيد والحركة وعي وللقوى المعترضة أنتم ما عندكم تمثيل بالبرلمان، من يصير عندكم تمثيل بالبرلمان؟ تجون تناظروننا وتحتجون على القانون، وإذا أنتم أصحاب إرادة غالبية أو مؤثرة في البرلمان من حقكم أن تفصلون قانون على مزاجكم. هذا القانون يا عزيزي لا يخص الكتل الفائزة، هذا القانون قانون شامل وعام، قانون ينظم علاقة المواطن بالدولة بملامح الدولة. يعني شنو؟ يعني أنت من راح تصيغ قانون انتخابي، هذا القانون الانتخابي راح ينظم علاقة ناخبيك، ناخبي الكتلة السياسية بمشروعك السياسي. لو تريد كل العراقيين يعبروا عن إرادتهم كناخبين، حتما تريد العراقيين يشاركون. أنت لا أخذت رأي العراقيين، هسه تقول لي واحد واحد من العراقيين وسوي استفتاء. بس اسمح لي، لا لا، في البلدان بغض النظر أقلية تعطيني شرعية أذهب بينما لا لا لا، ماكو شيء، ماكو شيء أقلية تعطيك شرعية. شوف هذه يسموها، هذه يسمونها الأقلية المستبدلة.